الله يبارك فيك يا ايمن. ايه ظروف المعاكسه؟ ظروف المعاكسه الاحداث اللي صاحبت المباراه جماهير طبعا، وانا جماهيري دي عمرها ما تنزل الملعب، وحكم المباراه بعض الشيء معاك مباراه مش هي معاك ما عمل خلاص. اذا كنت بتكلم كنا قاعدين انا وعادل، حكم مباراه عمل اقصى حاجه معاك ان هو اداك ضربه جزاء، ما توقعش حاجه منه تاني خالص، وده متوقع يا ايمن في مباريات زي دي ان هتلاقي فاولات كتير، مش هيديك فاولات. لكن رغم كل ده والظروف المعاكسه بين قوسين اللي انت قلت عليها، كنت ممكن تكسب النهارده، انك انت احسن في كل الاوقات. أيوة. انت احسن، لا انت احسن بكتير يعني. حتى الشوط الثاني النهارده يمكن ان كان ماشي دفاعين شويه بلا مبرر، لكن لا انت احسن طبعا. انت احسن، انت بتلعب فريق وقلتها قبل كده وما زلت بقولها، لا فريق رجاء، لا فريق متواضع، لكن انت لا انت النادي الاهلي، انت النادي الاهلي بلاعيبتك بجماهيرك بمستواك الفردي مستواك الجماعي، لا انت احسن بكتير، تستاهل التاهل ده، وان شاء الله خطوه كمان ان شاء الله نوصل للنهائي. الف الف مبروك، مجهود يعني ممتاز لكل اللعيبه، وطبعا شكر خاص للشناوي. الشناوي النهارده طبعًا. اخر كوره صحيح خلاك في الـ في الـ في الـ في الـ عديت يعني. بمناسبه التاهل يا كابتن علاء، كان المفترض ان مباراه العوده النهارده بين الترجي التونسي وفاق سطيف على ملعب الترجي، ولكن وفاق سطيف قدر او نجح ان هو يقصي الترجي التونسي. بالظبط من اسبوع او حاجه يوم الاثنين اللي فات توقعت النادي الاهلي هيقابل وفاق سطيف، والله العظيم فالحمد لله توقعاتي تمام. بس برضو المباراه الاولى عندنا والمباراه الثانيه بره، لما بس يعني ما تيجي ساعه المباراه وكده، لكن هي خلاص انت النهارده الحمد لله عديت مباراه صعبه، احداثها اللي كانت قبل المباراه اسهل بكتير من المباراه نفسها. صحيح. سالت اللعيبه كده اقول لك لكن الحمد لله تاهل عن جداره واستحقاق، ما فيش اي مشكله خالص، ما سرقتش ماتش ولا سرقت الماتش اللي هنا ولا سرقت الماتش اللي هناك، بالعكس انت الشوط الاول كنت لازم تطلع 3-1 المباراه دي، والشوط الثاني لو استغليت الفرص كنت ممكن برضه تجيب هدفين على الاقل يعني، لكن مزبوط. الحمد لله ومجهود ممتاز للعيبه، كل الشكر اليوم وعلى الضغط اللي حصل قبل المباراه، وان شاء الله قادم افضل بكتير ان شاء الله بإذن